أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة يوم المغازي، يعني أكلة سمك. ممكن تكون أكلة بيتي من المطبخ المصري، من المطبخ العالمي، من المطبخ العربي. إحنا عندنا المأكولات اللي هي السي فود، إذا كان سمك بوري ولا بولتي اللي بنصدره للعالم كله. إحنا هنعمل النهاردة البوري صيادية. وليه سموه بوري صيادية أو صينية صيادية مع البطاطس؟ لأن دي أكلة الصياد طبعاً على المركب بتاعه. هو يملك البصل والثوم والطماطم، فكل ده مع بعضه في قلب الحلة، عشان كده سموها صيادية. هنعمله النهاردة على طريقتي، هتعجبكم إن شاء الله. وأنا هدخل معاها البطاطس. أنا بقى من عشاق البطاطس اللي هي بتجور السمك، ومن جور السعيد يسعد. معانا النهاردة جمبري لحم. هنعمل النهاردة الكفتة البورسعيدية. إخواننا بورسعيد الأبطال، الستات طبعا الطيبين والامهات، بوجه لهم تحيه كبيره من مزبير وكل سنه وانتم طيبين، وامهات الابطال وامهات الشهداء، وكمان رجاله بورسعيد. هنعمل النهارده الكفته على طريقتكم، وشوفوني صح ولا غلط، وتواصلوا معايا من خلال شاشه القناه الاولى. هشوف اعملها النهارده مع بعض ازاي، ولها تركايه اللي هي الرز المطحون. يعني هي قريبه كفته الرز او كفته اللحمه الجملي، بنت عمها يعني، نفس المدرسه. هنعملها مع بعض النهارده. معانا عدل الاكل بتاعنا ده شويه رز مفلفل. الرز المفلفل مع المغازي له طعم تاني، الحبهان وورق اللورا والقرنفل، الحاجات الجميله الحلوه اللي بتدي طعم، لازم ان احنا نتعامل معاها بحساسيه شويه، لان نسبه تسويه الرز بتاخد وقت قليل جدا، فعشان اخد الفليفر ده صعب. فشوفونا هعمل ايه النهارده. الرز المفلفل على طريقتي، بزيت الزيتون او بزيت اي نوع من الزيوت، مفيش اي مشكله، هيعجبكم ان شاء الله. وهو عدل اكله السمك. الطبيعي على السفره بيكون فيه عصير أو مشروب يساعد على الهضم، إحنا الأطفال بنحبه، الشباب الطبيعي. أنا هعمل النهارده عصير فريش، عصير الكنتالوب بالنعناع، هنشوف نعمله مع بعض إزاي، هيتضاف له ليمون ونعناع، وإحنا طبعًا عارفين كلنا الليمون مع النعناع بيساعد على الهضم. حلقات النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها معلومة غير معلومة، هنخترق المطبخ البورسعيدي ونعمل الكفتة البورسعيدية اللي هي كفتة الجمبري، وعايز اتصالات من بورسعيد كتير على شاشة القناة الأولى علشان نشوف الشيف شغال صح ولا غلط. ومفيش مشكلة لما نتناقش مع بعض ونسمع وصفة لطريقة عمل الكفتة الجمبري البورسعيدية من ست مصرية أصيلة من بورسعيد. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. احنا معانا جمبري لحم، هنشيل الجمبري ده نخليه على جنب عشان نبدأ كمان نشتغل في كفتة الجمبري من المطبخ البورسعيدي. جمبري لحم. استاذن فريق العمل على البصلة ما تتحمر معانا وتتكرمل معانا، ناخد مقادير كفتة الجمبري البورسعيدية. وتحية كبيرة لكل البورسعيدية وكل محافظات مصر. الجمبري ده هنفرم نصه بالسكينة ونصه ينطحن مع الرز. تاني يا شيف المعلومة دي، هنفرم نصه بالسكينة عشان الجمبري يبان في الكفتة، والنص التاني يتفرم مع الرز والخضرة بتاعتي. والمقادير على الشاشة. جمبري لحم، كمية الجمبري قد كمية الرز بالظبط، ورز مطحون معانا اللهم صل على النبي، وخضرة المحشي كزبرة وشبت، ما تحطيش بقدونس، حلو الكلام، وتوم أساسي في الأكلة بتاعتي. وشطة دي أساسي طبعا في الأكلة بتاعتي، مهمة جدا. الجمبري معانا اهو زي الفل، التوم الطازة ده كده ينزل. نرجع لمرجوعنا و اخواننا البورسعيديه. ازاي نعمل الكفته البورسعيديه؟ شفنا مقاديرها، نبدا نشتغل فيها. هاخد شويه جمبري زي دول، اخليهم على البلانشه كده زي الفل، وناخد بقيه الجمبري ده كده، هنا الكبه معايا، وناخد الجمبري. شفنا المقادير بتاعه الكفته، نشتغل فيها. يلا، توم طازه مع جمبري. انا عايزك وانت في المطبخ تبقي زي كده، عينك على اللي في النار، عينك اللي في الفرن، وتشتغل وانا شغال. هنبدا هنا، فرمت التوم مع الجمبري مع الخضره، كل دول مع بعض، حلو الكلام. هنبدا نحط كده الكبه بتاعتي واشغلها. We'll be right back.
حلو الكلام، نقلب تقليبه بالمعلقه. حلو. اه شفت انا عملت ايه؟ المخرج بيقول لي انت عملت ايه؟ قول لي. حطيت الجمبري، حطيت الخضره بتاعتي اهو، واقلب كده اهو. شايفه؟ تبدا الخضره تتخلط بالجمبري مع الرز المطحون بتاعنا. هتطحن الرز ازاي؟ دي التفاصيل بقى اللي تهمك. الرز بتغسليه، وبعد ما بتغسليه بتسيبيه نص ساعه، وفي قلب الكبه اللي بطحن فيها دي كده بتطحنيه في الكبه بعد ما تنشفيها كويس عشان ما يعجنش منك. شفتي؟ واقلب الكفته كده. واشغل الكبه تاني. معايا جمبري تاني طبعا، دي هكسره بالسكينه دلوقتي. ونقلب. تاني. حلو. شفت ازاي؟ التوم بيتفرم مع البصل بالشكل ده كده. لازم تتاكدي ان كله اتفرم مع بعضه. نصيحه مني بقى، ما تحطيش اي توابل دلوقتي. بعد ما تطلعي العجينه الحلوه دي كده اللي هي بتجمع ما بين رز مطحون، جمبري، لحم، بتشيل القشر منه طبعا، توم، بصل، والخضره بتاعتنا، تحطي التوابل. ايه توابلها؟ شويه كركم، شويه كمون، شويه كزبره، شويه ملح، شويه فلفل، شويه شطه. انك وراها لغايه لما تبقى كلها حجم بشكل واحد. اعلمك علامه وتعرفي ان كله اتخلط ازاي. سامحوني معلش صوت الكبه، بس انا والله العظيم حابب اعملها مع حضراتكم كده، علشان في مشكله بتحصل هنا، ان احنا لما بنيجي نحمر الكفته دي يا مغازي بتفك مننا في الزيت، بتلاقي الجمبري طالع يجري والرز في قلب الزيت، سقط في قلب الزيت لانه وزنه تقيل، فده مهم جدا. هضرب الكبه كده بس عشان دي ضربه اخيره. شفت الخليط؟ نجيبه للساده المشاهدين. بص اهي اهي اهي، دي لازم تنعم. اهي اهي اهي، شفت؟ اهي اهي اهي، لسه تنعم كمان. بيسالوني في الكنترول، ينفع ننزلها على مفرمه؟ لا، دي تتفرم في الكبه، ما تنزلش على مفرمه اللحمه المفرومه. لان الجمبري ما يستحملش. نفس القصه. ايه رايكم انا اشغل الكبه ونطلع فاصل ونرجع نشوفها بعد الفاصل؟ معايا؟ هطلع فاصل علشان صوت الكبه، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. والكفته البورسعيدي، سمك صياديه، رز مفلفل، عصير كانتالوب بالنعناع، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للكفتة الجمبري البورسعيدية. ما سمعتش تليفوني يعني من بورسعيد؟ مع ان انتوا بتحبوني، يعني انا نزلت مره بورسعيد، ليا شعبيه كبيره قوي للتلفزيون المصري طبعا، سبب شهرتي للامانه. كمان يلا اتصال من السويس دلوقتي، جانا من السويس. حبايبي شايفين الكفته باللون الاخضر دي؟ بنت عم الكفته الجملي، اللي هي اللحمه الجملي مع الرز. الفرق بين الاثنين ان احنا دلوقتي هنفرم الجمبري ده بالسكينه كده سريعا تحت ايدي كده. واحده واحده. سكينه حاميه. ويبان كده فيها الجمبري والخير ان احنا ايه صارفين، ده مهم جدا.
هتقولي لي عندي جمبري قش قشريه، شيلي عرق الرمله وتقطعيه، خدي نص الكميه وفرميها مع الرز زي ما انا عملت، والنص التاني بالسكينه كده اهو، سكينه حاميه تحت ايدك كده اهو، وهو تعوري ايدك اهو. حاضر يا غالي، عايز يشوف الصياديه هطلعها حالا دلوقتي. البطاطس، البطاطس اللي معانا دي طلعناها من الزيت. عندي شويه صياديه من اللي انا حطيتهم على السمك، سبتهم على النار لما يسبكوا، وخدت منهم شويه وغرفت البطاطس الحلوه وزينتها بايه؟ بالخلطه بتاعه الصياديه. اصبح ان الاطفال هنا لهم طبق اللي بيحب البطاطس مع السمك اهو. طب ينفع ان احنا نحط سمك بطاطس مع السمك اللي في الفرن؟ ينفع اهو. ناخد الجمبري ده كده اهو، ينزل على الكفته. حلو قوي، نشيل ده كده ملهاش عوزه. ايه توابلك يا عم الشيف في الكفته دي واحنا مع بعض كده؟ عد على ايدك خمسه: ملح، فلفل، كمون، كزبره، شطه، غير كده ما تحطيش. شويه كركم اه، يلا اللهم صل على النبي اه. ادي الشطه دي، مش شطه قوي يعني عشان برضو ايه واحنا صارحين صراحه مع حضراتكم كده. دي الفلفله الحلوه، فلفل اسود اه، ملح، وازود شويه فلفل كمان وشويه ملح كمان، ونرفع كل ده مع بعض. نحط شويه كمون يا عم الشيف اه، تاخد شويه كمون. الزيت بيسخن يا عم الشيف، بيسخن يا عم الشيف. نجيب بوله فيها شويه ميه يا عم الشيف، ليه؟ هنقول دلوقتي مع بعض اه. ونقلب الخلطه دي كده مع بعض. اللهم صل على النبي. فيها جمبري اه. نعم يا غالي، سؤال من الكنترول، ينفع نعملها بالسبيط؟ ينفع، بس الفرق بين الجمبري والسبيط، الجمبري سبحان الله فيه مادة جيلاتينية بتلعب دور البطولة في عمل الكفتة دي بالذات مع الرز. أما لو عملناها بالسبيط أو بالكاليماري يا ست الكل، يفضل إنك تحط بدل الرز، أو لو عملتها بالرز حط بيض أو بقسماط مع الخلطة بتاعت السبيط. أه العجينة معايا زي الفل. المسقعة علشان ما يبقاش فيها زيت يا حاجة، ناخد البتنجان نقطعه شرايح ونحطه في الفرن مع رشة زيت صغيرة ورشة كمون، وندخله الفرن، هو هيتحمر لوحده. بنكون مجهزين الطماطم المتسبكة، ما بتحبش الزيت الطماطم تتسبك لا زيت ولا زبدة ولا أي حاجة، بصلاية تفرمها مع الطماطم وتاخده غلوة على النار مع شوية ملح وشوية فلفل وشوية كمون، وبعد كده ترص البتنجان في قلب الكاسرولة وتقدميها مسقعة زي الفل. هناخد يا عم الشيف الكفتة دي كده ونقف جنب الزيت ونشتغل في الإيه؟ في التحمير. زمان الله يرحمك ياما، والله العظيم كانت لما تيجي تعمل الكفته الجملي دي تقفل على نفسها المطبخ. ليه قافله المطبخ يا حاجه؟ وما كانش مطبخ يعني، ما كانش في مطبخ كده يعني تهليز يعني اه. ليه؟ علشان كان اللي يتحمر كنت انا اكله، فتقول لك احمد اللي بيتحمر بياكل، طب انا اقدم لابوه ايه؟ فكانت تقفل المطبخ عشان ما حدش يخش عليها. احط ايدي في الميه كده اه، والزيت بيسخن اه. ليه حاطط ايدك في الميه؟ اه اه اه. المفروض ان الكفته دي تتحط في الثلاجه، عشان اخواننا البورسعيديه اللي بيشوفوني دلوقتي، بعد ما تتصبع تتحط في الثلاجه تقريبا نص ساعه او ساعه زمن. ليه يا عم الشيف؟ عشان الرز يتعرف على الجمبري اه اه. ايدك في الميه وتحمري، ايدك في الميه وتحمري، قولي ورايا تضحكي اه. والله العظيم لولا شويه الميه دول ايدك هتتكعبل في الكفته اه. ايدك في الميه وتحمري، ما تحطيش واحد على التاني عشان ما تلزقش. ايدك في الميه وتحمري اه. ناخد بعضينا ونشوف اللي في الفرن عشان ما ننضربش. بيقول لك فين الاكل يا شيخ؟ صلى على الحبيب. يلا يلا، مش هنزلها الزيت غير لما تصلى على الحبيب، هو ده. نزلها تاني، نعمل عصير مع بعض اه. يلا حلو، شايفين الكفتة مع الجرجير؟ إيه الجمال والحلاوة؟ البورسعيدية دايما يغرفوا كفتة الجمبري مع الجرجير، صباع الكفتة بيتكلم بورسعيدي من إيد المغازي، أه، اللهم صل على النبي، أه. إيه اللي خلاها هشة كده يا مغازي؟ شوية البيكنج باودر اللي أنا حاططها، صل على الحبيب، هنا مكانها؟ هنا مكانها، أه. كل عام وحضراتكم بخير، داخل علينا الشهر الكريم، عايز أطمن حضراتكم معانا فريق عمل قوي جدا. كل يوم اجتماعات علشان نطلع بشكل يليق بالقناة الأولى كالعادة.
من التلفزيون المصري من ماسبيرو، علشان في رمضان ان شاء الله لنا مفاجآت. اوعى تروحوا بعيد، وانا خلصت رؤية فند ابداع كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية. من هنا يا شيف، من ماسبيرو. We'll be right back.